Good morning حبايبي صف أول. How are you? Hoping that you are fine. حبايبي اليوم بدنا ناخذ listening. Please open page 29. اليوم what's today? يلا what's today? Today is Tuesday. What's today? Today is Tuesday. What's the date? The date is 22nd of December 2020. 22nd of December 2020. عنا listen and answer the questions. إيش يعني listen يا أول؟ يعني استمع. And و answer حكينا. W تكتب ولا تلفظ. Answer. والإي كمان يعني خفيفة. Answer يعني جاوب. The question. حكينا chin هدي. إيش chin؟ chin للناون يعني هي أغلبها. chin كوس كوا هذا حرف الكيو كيو كوا كوس chin كوس chin بما إنه في عنا إس هون إس الجمع بتصير كوس chins كوس chins أوكي حبايبي نعيده لي سن التي طبعا سايلنت عنا لي سن ما بنقول listen نقول listen and ما بنقول answer بنقول answer listen and answer the questions عدوها من وراي very good يلا طبعا هاي أسئلة وفي عنا الكلمات هاي إحنا نركبها طبعا هذا سي دي هيو بس صعب إني أركب لكم إياه أنا حليته يلا بس نفهم شو معنات السؤال ونجاوبه what will إيش يعني what good ماذا will سوف the ال children الأطفال do on Friday إيش يعني Friday وش يعني do very good بيعملوا شو بدهم يعملوا يفعلوا أو يعملوا قلنا do معناها يفعل أو يعمل بما إنه children يعني أطفال يفعلوا on Friday إيش يعني Friday عرفناها الجمعة they will سوف visit their grandparents مين هم اللي grandparents مين يقول لي إيش يعني grandparents Very good. أحسنتم. Grandparents يعني جداي. أجدادي. يعني الجد الـ grandpa و grandma. Okay. Visit معناها يزور. What will the children do on Saturday? What? عيدوا من وراي. What will the children do on Saturday? هاي الجملة نفس هاي الجملة نفسها بالضبط شايفينها؟ بس اختلاف اليوم هون Friday وهون Saturday بس غيروا اليوم They will swim وهاي في full stop شايفينها النقطة وعا تنسوها هايها موجودة full stop نقطة swim يسبح حو then ثم هاي ما أخذناها ثم then نحفظها التي مع الاتش ذا شايفينها هون طبزة ذا then اذو اي ذي وان then يعني ثم they will play football okay then they will play football ماشي واضح الحال واضح الجمال الغاية من هذا السؤال إنه إحنا نعرف شو بنا نعمل في يوم ما أي يوم هاي عنا فرايدي وهون عنا ساتردي كيف بدي أجاوب شو بدنا نسوي كلمة سوف معناها will نحط عليها دائرة هيك ونكتب معناها سوف يعني مثلا أنت بتقولي أو أنت بتقولي لي أنا بدي سوف أذهب إلى السوق غدا أوكي بتقولي I will go to market tomorrow أوكي أو I will go shopping tomorrow ماشي ف will معناها سوف يعني أي إشي بدك تعملي ما سويتي أو سويته بدك تسوينا نحفظ كلمة will معناها سوف سوف أعمل سوف أكتب سوف أدرس سوف أكل I will study I will eat I will go I will play يعني أي إشي نستخدمه في حالة المستقبل اسمها will للفuture
سوف أعمل. أنا ما سويته ولا هلا عم بسويه. هذا اسمه future, will للfuture. Okay. Okay. اليوم ناخد كمان speaking. Okay. اللي هي ask and answer. هذا conversation. إيش حكينا على speaking؟ معناها conversation يعني محادثة. إيش يعني speaking؟ محادثة. إيش يعني speaking يا أول؟ Very good. محادثة. Ask اسأل و and answer جاوب. نفس الأسئلة اللي فوق بس إلك. أوكي. وهلأ اليوم عندك تسويها. What do you do on Monday؟ يعني شو بدك تسوي يوم الاثنين؟ هاي نحفظها حفظ غيبا. What do you do on Monday؟ شو بدك تسوي يوم الاثنين؟ I study. أنا بدي أدرس. What do you do on Tuesday؟ شو بدك تسوي يوم الاثنين يوم الثلاثة؟ I play the piano. هلا هون play. أوكي مش زي هاي اللي play. هاي اللي play معناها play football بلعب, يعني لأنه الإنجليش الword إلهم عدة معاني يعني ما بعطوا معنى واحد. أوكي فهون أجت play معناها أعزف, أعزف على البيانو. هاي البيانو. أوكي بدي يعزف على البيانو. نعيد مرة تانية. البلاي اللي عنا هون معناها يلعب للفوتبول, play football. لكن البلاي هاي اللي عندي هون هاي play piano. play يعني يعزف مش بيلعب على البيانو. هو بقول لك يعزف البيانو فمعنى تعزف معناها play. وبتي play نفسها تيجي معناها مسرحية وإلها عدة معاني أخرى. أوكي بس هون أجا معناها play, معناها لما تيجي كلمة بيانو فورا نعرف إنه play معناها عزف حسب نوع الناون اللي بيجي وراها. لأنه أجا هون ناون بيانو يعني آلة موسيقية معناته أي آلة موسيقية إلها play. أوكي هنا football أو أي نوع من السبورتس بتيجي play. ماشي حبايبي أول؟ أوكي فالكلمات الجديدة عنا I study, I play piano. بدي conversation تعملوا لي محادثة تبعتوا لي إياها بينك وبين أخوك بينك وبين ماما. ماشي تعملوا لي على I study أدرس, I play the piano. إذا بتحبوا تضيفوا كلمات تانية it's okay من اللي أخدناهم. أوكي حبايبي thank you يا قلبي, I miss you too much. okay احرفوا معنا study ومعنا play piano. ماشي هيها play piano. okay حبايبي see you goodbye I love you.